أهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المنتصف من القناة التاسعة. تجاهل مئات المحتجين أمس والسبت حظرا يقضي بعدم تنظيم أي احتجاجات في وسط باريس في فرنسا، وذلك بعد أكثر من أسبوع من اندلاع احتجاجات عنيفة بسبب مقتل الشاب الفرنسي الجزائري الأصل نائل المرزوقي برصاص شرطي في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. تتجدد الدعوات للاحتجاج من حين لآخر، والقضاء الفرنسي يمنع أكثر من مظاهرة في هذا الأسبوع بعد أسبوع ملتهب شهدت فيه ضواحي فرنسا بالكامل مظاهرات ضخمة بين من يقر أنه يجب أن حرب أو أن حرب الأعراق بدأت في فرنسا، وبين من يؤكد بأن أمريكا لها يد في هذه الحوادث، وبين من يؤيد المظاهرات ومن يؤيد حظرها. تبقى فرنسا في حالة لم تشهد مثلها على الأقل في الماضي القريب، وجديدة بالكلية على الأجيال الفرنسية الحالية. ويبقى السؤال الأهم، إلى أين تتجه الأوضاع في فرنسا؟ حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي من فرنسا المحلل السياسي الأستاذ بشير عبد السلام عبر الهاتف. أستاذ بشير، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. اهلا بك استاذ اهلا بك استاذ بشير. اذا ما اردنا ان نعرف الى اين تتجه الان الاوضاع في الشوارع الفرنسيه، هل المتظاهرين مصرين على مظاهرات متتاليه ام ان الوضع اصبح اكثر هدوءا؟ ما في هذه اليومين اصبح اكثر هدوء، لكن هناك اصرار كبير جدا من الشباب ومن المتظاهرين الذين يريدون التعبير على هذا الغضب. هناك غضب متصاعد بعد مقتل الشاب الذي قتل الأسبوع الفارط، وهناك غضب متصاعد متراكم في حقيقة الأمر منذ سنين جراء شعور لدى كثير من الشباب الفرنسي، قد يكون جزء منهم من أصول مغربية أو من أصول مهاجرة، وممكن هم شباب فرنسيين بشك من الجيل الثالث والرابع. هناك غضب متصاعد منذ سنة 2005 بأن الأفاق السياسية بالخصوص مغلقة أمامهم، علاوة على هذا التوجه الليبرالي الذي انتهجته فرنسا منذ سنين الآن عديدة. توجه ليبرالي يجعل من الدولة الراعية ومن النظام الاجتماعي التي عرفت به فرنسا، يجعل منه نظاما يتآكل رويدا رويدا، وما جعله وما جعل هذا الشعور بالغضب لدى الشباب بالخصوص هو إصرار الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون منذ سنة تقريبا على ترفيع سن التقاعد إلى من 62 سنة إلى 64 سنة. هذا الإصرار وهذا التراكم هو الذي جعل هناك شعور لدى أغلبية من الشباب بأن المنظومة الفرنسية أو النظام الفرنسي ووراء ذلك الدولة العميقة الفرنسية كأنها تتخلى بشكل تدريجي، ولكن بشكل هناك إصرار بشكل تدريجي على هذا النظام الاجتماعي الذي كانت عليه فرنسا منذ عشرات السنين. Thank you.